هذا السؤال أجاب عليه رئيسنا يعني وسيدنا تبون لما قال المقولة الشهيرة: ما لازمش تمد الخطة تاعك خطا شكون تمد الخطة يديروا لك كونتر خطة. اكزاكتومون، يتأقلموا معها ويديروا لك كونتر خطة. كذلك بعض الأشخاص يعني بعض المعارضين قد يكونوا من الأقارب، قد يكونون من المجتمع، من الجيران، من يعني صراحة يعني الأهالي أغلبية موافقين، العكس الأغلبية معارضين مش موافقين، مع القلة القليلة اللي وافقت. وهذا يعني راح يكون يعني شيء عادي، لأنه احنا كمجتمع جزائري الأغلبية يرفضون فكرة التعدد، والأب والأم بطبعهما يعني وحرصهما على أبنائهما من حقهم يخافوا على الأبناء نتاعهم، سواء بنت أو اب أو ابن. يقول لك بلك بنتي ما راحش تتهنى، بلك يكون تقصير من جانب الزوج هذا يعني. لكن الحمد لله كي تعود الزوجة واقفة على روحها وعندها كلامها وعندها حججها يعني، وتعرف تقنع الأهل تاعها، كي تقول لهم مثلا هذا إنسان مدين، إنسان مربي، إنسان يهتم بي، إنسان على قدر من المسؤولية، إنسان أنا متحملة مسؤوليتي معه، الحمد لله يعني عنده درجة من العلم ودرجة من السمعة، لإن شاء الله احنا نتكلوا على ربي إن شاء الله يكون خير.